اهلا بكم في الاجنده على مسافه يومين من الان سنكون على موعد من الذكرى او مع الذكرى الثامنه للثوره اليمنيه هذا عشر فبراير فما الذي يمكن ان يقال في مثل هذه المناسبه بعد ان ساد شعور لدى الاكثريه بانها قد فشلت واجهضت وان الثوره المضاده قد نجحت لماذا يصر البعض على ادانه الثوره بدلا من ادانه الثورة المضادة لماذا يصر على إدانة الضحية بدلا من إدانة الجلاد ما حقيقة هؤلاء الذين يدينون الربيع العربي وهل يقبل الربيع العربي النقد هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع حلقة هذا المساء كونوا معنا لا يختلف اثنان في أن ثورة فبراير كانت حدثا كبيرا في تاريخ اليمنيين. سواء كانوا مع هذا الحدث أو ضده، لكن لا مناص من الإعتراف بأنه كان حدثا كبيرا. لم تعرف اليمن يعني له مثيلا من قبل. صحيح جرب اليمنيون من قبل الإنقلاب الذي تحول إلى ثورة مسلحة وجربوا الحرب ضد الاستعمار وجربوا الحروب الاهليه الصغيره والكبيره وجربوا التظاهرات من اجل الدستور وجربوا وجربوا الا ان ثوره فبراير كانت حدثا كبيرا من حيث المشاركه الشعبيه ومن حيث الوعي السياسي والاخلاقي الذي رافقها لا يقارن بالاحداث اليمنيه السابقه منذ دخل اليمنيون الاسلام على الاقل صحيح كانت ثوره 26 سبتمبر في العام 1962 هي الثوره الاكثر اهميه والاكثر الحاحا والاكثر بركه وخيرا بلغه الدين الا ان ثوره 26 سبتمبر كانت ثوره النخبه النخبه اليمنيه القليله التي وجدت تاييدا لدى بعض قطاعات المجتمع ووجدت ظروف مناسبه ظروف دوليه مساعده لها على عكس ثوره فبراير ولولا أن ثورة سبتمبر نجحت لاعتبرت مجرد انقلاب فاشل، مثل ما الآن بيتكلموا عن ثورة 11 فبراير. يعني الناس لا ينظرون إلى القيم التي قامت عليها الثورة وإلى الدوافع، وإنما ينظرون إلى النتائج، بهذا الحساب كانت ثورة 26 سبتمبر ستكون أي كلام. ستكون ثورة مدانة. لا شك أن ثورة سبتمبر هي أم الثورات اليمنيه الحديثة. غير ان ثورة فبراير هي الثورة اليمنيه الوحيده التي يمكن ان تسمى ثورة شعبية تلقائية نبتت من الشارع بدون تخطيط او ترتيب مسبق. مما يعني انها حازت صفة الثورة التاريخية. الثورة التاريخية. لا ابالغ اذا قلت انها ومعها طبعا ثورات الربيع العربي كانت اعظم وارقى وانضج من الثورات العالميه الكبرى مثل الثوره الفرنسيه والثوره الروسيه والثوره الايرانيه. لماذا؟ لان ثورات الربيع العربي امتازت ببعض الامور على هذه الثورات، الثورات الكبرى المشهوره التاريخية اول هذه الامور كما قلت انها كانت ثوره تلقائيه انطلقت من روح الامه لا من تخطيط الغرف المغلقه. لم يكن لها قيادات مركزيه. كانت نفسها بنفسها هي القائد. قامت هي نفسها بنفسها، بل انها افرزت قيادات شابه ثوريه من جوف الحركه الثوريه من 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 الشارع نفسه، افرزت قياداتها في مرحله التاليه. بعد انطلاق الشراره، وهذا مختلف عما عرفناه من الثورات التقليديه. وثاني هذه الامتيازات هو أنها كانت ثورات نبيلة نبيلة في سلوكها ومطالبها في اليمن مثلا ثورة فبراير لم تكسر شجرة أو تخرب مؤسسة أو تحطم زجاج سيارة بل مارست أرقى أنواع الاحتجاج السياسي السلمي قبل أن يقحمها النظام في المعركة وهذا السلوك لا مثيل له في الثورات التاريخيه المعروفه، احنا نعرف الثوره الفرنسيه وكيف كانت تذبح طريق طريق وتقتل اشنقوا اخر قسيس اشنقوا اخر اقطاعي بامعاء اخر قسيس كان هذا الشعار. والميزه الثالثه في ثورات فبراير وفي في ثوره فبراير على الثورات التاريخيه الكبرى هي أنها كانت ثورة من أجل الديمقراطية من البداية ثورة من أجل الديمقراطية يعني ما كانت ثورة من أجل المذهب كما هو حال ثورة إيران الخمينية ولم تكن ثورة من أجل أيديولوجيا شمولية طبقية كالثورة الروسية ولا كانت ثورة انتقامية كالثورة الفرنسية بل كانت ثورة من أجل الديمقراطية في بلد متخلف جدا هذا امتياز امتياز كبير إذا نحن يعني في هذه الحالة نحن أمام حدث كبير جدا كبير بالفعل من حيث المقام يعني ومن حيث الاتساع أفقيا وعموديا كانت ثورة فبراير كبير بغض النظر عن نجاح هذا الحدث في تحقيق أهدافه أو عدم نجاحه وبغض النظر عن تقييمنا لهذا الحدث الآن هل كان جيد أم سيء؟ هل هو يعني مشروع أو غير مشروع؟ هذا مختلف هذا موضوع مختلف لا ينفي أن يكون حدث كبير، ثورة فبراير كانت حدثا كبيرا الذي لا ينبغي أن نختلف عليه هو أن ثورة فبراير كما قلت كانت حدثا كبيرا حتى لو كنا مختلفين معها والأحداث الكبيرة هي مناسبات لفحص نظام التفكير ونظام الاخلاق ونظام الثقافه عند المجتمع. وهذا هو عمل النخب المثقفه تحديدا وليس عمل السياسيين. يعني عالم الاجتماع او المثقف او الفيلسوف يتعامل مع الاحداث الاجتماعيه الكبيره مثل يعني مثل الثورات بيتعامل معها باعتبارها مناسبات لدراسة النظم الاجتماعية المختلفة نظام الأخلاق النظام الثقافي إلى آخره، لكي يتعرف على منابع المشكلات الاجتماعية يعرف من بتجي مشكلة المجتمع ويتعرف على شروط التقدم الاجتماعي من خلال الأحداث الكبيرة أنت تعرف هذه الأمور ونحن في اليمن ربما نحن من أكثر المجتمعات التي تحتاج إلى مثل هذه التأملات والدراسات لاننا مجتمع لم يستقر لفترات طويله منذ مئات السنين تاريخنا كله عباره عن فترات استراحه بين حربين تاريخ جدل وصراع وهجره لا تاريخ تنميه وبناء وهذه الحقيقه التاريخيه ينبغي ان تصبح محل دراسه ومحل نظر من قبل المثقفين والمختصين، قد يكون لها دلاله ايجابيه بالمناسبه. وقد يكون لها دلاله سلبيه. وقد يكون الامران معا دلاله سلبيه وايجابيه. الشعب اللي يثور بين فتره وفتره ولا يستقر دائما هذا الشعب لديه حيويه يعني. لا مجال يعني الثوره الان هذا ليس مجالنا الان يعني هذا مجال المختصين يعني مش مجال الجدل السياسي العقيم. ما الذي ينبغي ان نفهمه من هذا الدرس الكبير؟ درس ثورة فبراير وما لحقها وما لحقها نشوف. اظن ان الدرس الاول في ذكرى ثورة فبراير هو ان الأحداث الاجتماعية الكبيرة لا تأتي من فراغ، هذا درس مهم. ولا تحدث بين يوم وليلة. الأحداث الكبيرة ما تجيش بين يوم وليلة. وإنما هي ثمرة أخطاء وانحرافات متراكمة عبر مطى طويل وهذه الحقيقة هي التي يرفض أنصار الأنظمة السابقة الفاشلة يرفضون الاعتراف بها بشكل طفولي يعاندوا يعني بشكل طفولي يرفضوا يقول لك لا الثورة هذه حقكم جت في لحظتها ما لناش علاقة بها النظام السابق ما علاقة لا فشل النظام السابق ولا أخطاء ولا جرائم لها علاقة هي بس كذا يعني نزوة وهذا كلام طبعاً لا له علاقة لا بالعلم ولا بالعقل ولا, بال... ولا بالأخلاق حتى أنصار الأنظمة المستبدة السابقة يصرون على أن ثورات الربيع العربي هي بنت لحظتها نبتت فجأة هكذا في شوارع المدن العربية بدون مقدمات حقيقية كانت عبارة عن نزوة مثل نزوة واحد ارتكب جريمة الزنا ثم أفاق على كارثة وجد نفسه أمام جنين غير شرعي. والمشكلة أن بعض المحسوبين على النخبة المثقفة يتحدثون بهذا المنطق. ضاربين عرض الحائط بمنطق العلم ومنطق العقل. منطق العلم الذي يقول أن الأحداث الكبرى في حياة المجتمعات لا تأتي فجأة بدون مقدمات وإنما هي نتائج متأخرة لأخطاء بنيوية قديمة. اخطاء متراكمه عبر زمن طويل اخطاء سياسيه واجتماعيه خطيره تراكمت عبر عشرات السنين واحيانا عبر مئات السنين هذه بدهيات في علم الاجتماع والسياسه لكن بعض المحسوبين على النخبه المثقفه المتعلمه يجهلونها او يتجاهلونها وسواء اكان جهلا منهم ام تجاهلا فهي مصيبه مصيبة أن ينظر المثقف محسوب علينا مثقف ومتعلم ينظر إلى حدث مثل الثورة من منظار بائع البطاط يتعامل معه على طريقة الطفل الذي يعتقد أن مشرط الطبيب وإبرة الطبيب هي المشكلة وليس المرض أنت لو وديت طفل للطبيب المشكلة عنده هي الإبرة يعني الإبرة أو المشرط ما هيش المشكلة في المرض ولذلك اصبح الطبيب عدوه، لانه طفل ما يقدر يستوعب الحدث. وهكذا انصار الانظمه السابقه. الثوره عندهم هي المشكله وليس النظام اللي سببها، وليس الاخطاء التي تراكمت حتى جاءت الثوره. وهناك نوع من المثقفين المتعلمين اعجب من هذا، يقول لك انا انا كنت مع العمليات الجراحيه بشرط ان تنجح، انا كنت مع الثوره بشرط انها تنجح. اما اذا فشلت ومات المريض او زادت اوجاعه فأنا ضدها، حكيمة، حكيمة بتدي حقن على رأي عادل إمام. وهذا موقف انتهازي بامتياز. لأن الثورة مثل العملية الجراحية فيها نسبة مخاطرة وفيها دم وفيها إرهاق وخسارة. والناس يذهبون إلى المستشفيات وهم يعلمون أن هناك نسبة مخاطرة في العمليات وأن الفشل وارد. وعندما تفشل العملية جزئياً أو كلياً لا يلام الطبيب لا يلام لانه اجرى العمليه انما يلام اذا قصر والاصل أن المريض هو الذي يلام لانه تاخر في اجرائها او لم يكن يتخذ اجراءات وقائيه صحيحه في نظامه الغذائي او نظام حياته اذا فشلت العمليه الجراحيه جزئيا او كليا لا يلام الطبيب ولا تلعن العمليات الجراحية وإنما تقيم العملية بمعايير علمية وينظر فيها هل كانت التقصير من قبل الطبيب أم من قبل من قبل المريض أم من قبل الاثنين معا وهذه الثورات كانت عبارة عن عمليات جراحية كبرى للمجتمع الذي يعاني من مشكلات كبيرة مشكلات متراكمة قد يعني تؤدي إلى وفاته والمجتمع اليمني بحاجة ماسة إلى عملية جراحية من هذا النوع كان في وقتها لأن حجم أمراضك كان كبير جدا كما يعرف المختصون المختصون يعلمون أن مشكلات المجتمع اليمني كانت قد بلغت النصاب وحال عليها الحول وكان المريض يتطور مع المرض يتطور مع الوقت مثل الخلايا السرطانية ولو صبر عليه اليمنيون أكثر لوصلت اليمن إلى وضع أسوأ بكثير من من الوضع الراهن طبعا البعض سيقول وهل هناك ما هو أسوأ من هذا الوضع؟ طبعا الإجابات طبعا هناك ما هو أسوأ من هذا الوضع لكن قبل ذلك أنا أحب أقول الثورات وهذه حجة في وجه من يتحدث اليوم عن نقد الثورات العربية ويقول أنتم سويتوا لنا نكبات وليس ثورات إحنا نحب نقول لهم الثورات مثل الحروب الثورة مثل الحرب عندما يداهم وطنك بلدك غازي من الغزاه انت ما تاخذش الحسابة وتقعد تحسب اقاومه ولا ما اقاومش يعني هل في فائده من المقاومه ولا ما فيش فائده؟ ما فيش قدامك غير انك تواجه هذا الغزو لانه جاي ينهب كرامتك وحقوقك وارضك وعرضك الحاكم العربي سوى نفس الشيء مثل الغاز الاجنبي، الثورات العربيه كانت عباره عن لحظه مقاومه للص لصوص وقتلت جاءوا ينهبون هذه الشعوب ياخذون حقوقها ينهبون ثرواتها يسرقون مستقبلها فطبيعي كانت تكون تنشا مقاومه امر طبيعي مثل مثل الحروب ما فيش حد يجي يقول لي الحرب جيده اذا نجحت لا انت امام الغزاه ما فيش معك غير خيار واحد ان تحارب ان تقاتل لانه هذا غازي والا كرامتك تروح وحقوقك تروح وما فيش فرق ابدا بين ان يغزوك واحد من خارج او يغزوك واحد من الداخل ويسلب حقوقك نفسها ما فيش فرق كبير يعني اذا كانت النتيجه واحده ما دامت الحقوق والحريات والمستقبل سيضيع فسواء كان الغازي داخلي ولا خارجي ما فرقتش قبل ما أقدم إجابة على السؤال الماضي حابب أتوقف عند نقطة لها علاقة به يعني اللي هو سؤال إيه؟ آه هل كنا سنصل إلى ما هو أسوأ من هذا الوضع مع الأنظمة السابقة؟ خلونا نتكلم عن نوعين من المثقفين هناك نوعان من المثقفين وجودهم كارثة على المجتمع النوع الأول هو المثقف عديم الضمير والنوع الاخر هو المثقف محدود الخيال ومحدود الافق عديم الضمير ومحدود الافق كارثتان في اي مجتمع لانه عديم الضمير يوظف امكاناته المعرفيه هذا المثقف يوظف امكاناته المعرفيه في خدمه الشيطان في خدمه الباطل علشان يحصل على مكاسب شخصيه علشان يعيش في الهامش وعديم الخيال لا يستطيع ان يرى الافق الذي تتجه اليه سفينه المجتمع لا يعرف محدود الخيال، لا يعرف هل مسار السفينه صحيح ولا خاطئ هل ستصل سفينه المجتمع الى بر الامان ام انها ستصطدم بجبل بجبل الجليد وتغرق مثل التيتانيك يعني هناك نوع من المثقفين والنخب يجلس طول عمره في بطن السفينه ولا يخرج الى سطحها، لا يصعد الى الى الاعلى لكي ينظر في الافق. مثقف جالس في بطن السفينه ينتقل من غرفه النوم الى غرفه الاكل الى صاله اللعب ويرجع غرفه النوم اخر النهار. هذا النوع من المثقفين عال على المجتمعات وخطر عليها. مشغول بذاته. وبعدين هم يخدرون المجتمع ويوهمونه يوهمون المجتمع بانه مسار السفينه الصحيح وانها ستصل الى بر الامان وبعدين المجتمع يكتشف يكتشف الركاب بعد فوات الاوان ان السفينه آيلة للغرق لان الربان كان مشغول مشغول بنفسه لماذا اتذكر هذه الفئه من المثقفين الان لأن هذه الفئه هي التي تزور الحقيقة اليوم هذه الفئة محدودة الأفق أو محدودة الأفق من المثقفين والمتعلمين تقول اليوم أن ثورة فبراير كانت كارثة والمثقف المستنير صاحب الأفق الواسع والخيال الجيد الذي يعرف أن سفينة اليمن بقيادة النظام السابق يعرف أنها كانت متجهة إلى أسوأ مصير وأنه كان لابد من عمل أي شيء لإنقاذها المسألة كانت مسألة وقت هم مش ما كانوش قادرين يلاحظوا التطور الخطير باتجاه حكومة استبدادية قمعية فاشية فاسدة ما كانوش قادرين يلاحظوا هذا التطور ولا هي مشكلة عندهم أن يكون في حكومة قمعية استبدادية فاشية ما هيش مشكلة عندهم لأنه الماعز ما يهمهاش كيف ما كانت نظام الحكم عند سيدها الماعز أما الأوادم لأ المشكلة أن هذه النخبة المزيفة لا تستطيع أن ترى المصير ولا تستطيع أن تقدر حجم الخطر المرتكب يعني تقول الواحد منهم لمثقف من هؤلاء النظام الفاسد كان يقودنا بثبات إلى دولة بوليسية فاشية مستبدة وفاشلة عشرين سنة من الآن كنا في وضع مختلف تماما فيقول لك هذا مجرد خيال انتم بتتخيلوا بس لانه هو نفسه ما عندهش افق يعني ما عندهش خياله محدود وثقافته محدوده وحساسيه اتجاه الكرامه وتجاه الحريه محدوده ما عندهش مشكله لا يشعر بتهديد تجاه حريته وكرامته او يقول لك في احسن الاحوال وماذا في ذلك الاستبداد يعني كويس الاستبداد ما هو سيء ظل راجل ولا ظل حيطه المراه اللي ما عندهاش جمال و ومش ومش قادرة تنفك في سوق الزواج تقول لك مشي حالك ظل راجل ولا ظل حيطة أي مستبد نعيش في ظله المثقف الذي لا يعرف مخاطر الاستبداد على أمته مجرد بهيمة ولا مؤاخذة يعني اعذرونا على الكلمة كما يقول القرآن يعني يحملون أسفارا على ظهورهم كالحمير كالحمار يحمل أسفارا ما دام مش قادر يستفيد من الأسفار هذه فهو بهيمة كيف نلوم المواطن البسيط إذا كان المثقف نفسه يعجز عن استيعاب الحقائق إذا كان خيال محدود لا يستطيع أن يتصور حجم الكارثة التي كنا ذاهبين إليها مع نظام المخلوع يعني مثقف بيشوف بعيونها اليوم نماذج وعينات من دول القمع دول الفاشية والفشل في مصر في أبو ظبي في سوريا يشوف هذا النماذج وما يشعرش بالخطر هذا هذا اي نوع من المثقف هذا ي... لابد يعاد تدويره ويسوى منه اي حاجه ثانيه. مثقف يحتاج الى اقناع بان النظم الفاشيه العسكريه التي تغتصب اراده الانسان وروحه اخطر من الفوضى المؤقته اذا مش فاهم هذا الكلام فهو مشروع بهيمه. هذه نظم تعطل وتقتل القوى الروحيه، القوى الابداعيه الموجوده في المجتمع. أنت فاهم ما معنى قوى روحية وقوى إبداعية ولا نرجعك ابتدائية ابتدائية إيه؟ ما فيش ابتدائية تعلمهم هذا الكلام. إذا ما تعلمش الإنسان من طفولته تنشأ على هذه القيم ما بيقدرش يفهمها فيما بعد صعب. والمشكلة ما فيش حبوب للفهم يعني لا تحاميل ولا غيره، ما فيش حبوب للفهم في هذه الموضوعات. إذا كان المثقف نفسه لا يستوعب مثل هذه الحقائق فكيف تريد للمجتمع أن ينجو بمثل هذه النخب اليوم؟ هل تستطيع ان تعيش في الامارات؟ هتقول لي نعم في فلوس وراحه وكذا طيب كويس في فلوس تغطي على الاستبداد ومش قادرين يتنفسوا ولا قادر المواطن يقول لا المواطن الاماراتي بيشوف بلده بتتغير تغير جذري لغتها بتتغير ثقافتها بتتغير دينها بيتغير ارضها بعد كذا سنه بيطلعوا الهنود والباكستانيين يطالبوا بحق الانفصال انفصال دبي ولا ظبي لانهم اغلبيه هناك هل يستطيع المواطن الاماراتي ان يقول لا في ظل الحكومه الاستبداديه هذه الحريه قبل الخبز يا جماعه فكروا شويه في في كرامتكم اليوم تقدر تعيش في القاهره كمواطن مصري مش قادر يحصل البندوره على راي الخسورين مش قادر يحصل طماطم ولا يحصل الناس بيشكوا 24 ساعه علشان ياكلوا هذا وضع طبيعي انتم شايفين في ظل حكومات الاستبداد يا اخي الحرب اهون الحرب اشرف الحرب اجمل من هذا الوضع لانك بتموت هناك ألف مره في اليوم موت مره واحده احسن لك فوضى واحده من اجل الحريه تعيش فيها افضل ألف مره من ال لكن صدقوا ابو لحى هذول اللي تعلموا في اجهزه المخابرات في معانا مجموعة تعلموا تحت أجهزة في رعاية أجهزة المخابرات يطلع لك بالحياة يقول لك الفتنة 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 يعني ما كانتش كويسة يعني كان علي عبد الله صالح افضل انتبهوا لهم هذول ثقافه المخابرات هذول ولعنوهم اذا استطعتم ليس غريبا بعد ذلك ان نسمع هذه الفئه الحاقده وهي تقول ان ثورات الربيع العربي كانت مؤامره صهيونيه لأن اصحاب هذه الفئه مستعدون للكذب على النفس هو عاده بيكذب على نفسه طوال اليوم فمش مش صعب عليه مستعد يغالط نفسه الى اخر مدى، وبيشوف الصهاينه بيشتكوا من ثورات الربيع العربي وفرحانين بالثوره المضاده، ومع ذلك مصمم على انه هذه كانت الربيع العربي كان مؤامره صهيونيه. كان مؤامره صهيونيه. يعني حتى لو كان الصهاينه انفسهم قد اعلنوا ان ثورات الربيع العربي كانت خطر عليهم وانهم شاركوا في مع عملائهم العرب في افشالها. يعني كانت هذه الفئة الحاكدة على الثورة تعمل في صف واحد مع العدو الصهيوني العدو الصهيوني كان يتمنى إجهاض هذه الثورات واستطاع أن يجهضها بعملة هؤلاء الذين يشتكون الآن من الثورات العربية كانوا كلهم في صف واحد في صف واحد خلونا نشوف رأي إسرائيل في الثورات العربية في هذا الكليب If the Muslim brothers took over Egypt, it would be a disaster to Jordan, to Hashimaking over Jordan. We, We felt in Israel the pressure from the rising Muslim brothers, Hamas their uh, integral part, uh, the Palestinian integral part of the Muslim brothers. Since they have failed under Russian, the whole area feels the difference. Jordan feels better. Saudi Arabia is determined to defeat them. In Egypt, you feel better. The security along our borders is better. Hamas is isolated. And, uh, mm -hmm. and uh, I must share with you the Muslim body. And I'm, I'm, I'm not authorized to speak on behalf of the Arabs, but I allow, I allow myself to share with you the great relief that I can feel personally in Jordan, in Egypt, and other states after the collapse of. Uh, ليست هناك مشكلة في أن يقيم الناس سلوك الثورة أو نتائج الثورة الأخطاء التي رافقتها فيش مشكلة أنك تقيم الثورة من هذه الزاوية ليست هناك مشكلة في قول أنها فشلت أو أنها لم تحقق أهدافها ليست مشكلة مع أن لي رأي مختلف أنا شخصيا لي رأي مختلف ما فيش ثورة تفشل هي ممكن تفشل في المستوى الأول لكنها تنجح في مستويات أخرى لكن المشكله اين تكمن؟ تكمن في ذلك الطرح الذي يدين مبدا الثوره وقيم الثوره يقول لك ما فيش داعي للثوره، الثوره كانت خطا من حيث المبدا هذا هو الخطر. المشكله في ذلك التساهل الخبيث مع تضحيات الشعوب وكانها عمل قابل للمزايده. هناك من يريد ان يوصل رساله خبيثه للاجيال القادمه تقول هذه الرساله اذا تعرضتم للظلم والقهر فلا تثوروا اذا نهبت اوطانكم من قبل قله فاسده ومستبده فلا تثوروا اذا اهدرت طاقاتكم الروحيه والعقليه بفعل سياسات النظام الفاسد فلا تثوروا إذا ذهبت أعماركم وأنتم تبحثون عن لقمة العيش الكريم وعن الدواء وعن التعليم وعن الوقاية من المرض بسبب سياسات النظام الفاسد فلا تثوروا إذا تعامل معكم النظام الحاكم نظام الحاكم وكأنكم مجرد حيوانات في مزرعته لا قيمة لها ولا حقوق فلا تثوروا لماذا؟ لأنكم إذا ثرتم سيعاقبكم النظام وأتباع النظام بهدم الوطن بهدم الوطن كله على على رؤوس من فيه وساعتها أنتم تتحملوا المسؤولية ويقال أنكم أنتم من فعلتم ذلك سيعاقبكم أصدقاء النظام الفاسد كما تفعل السعودية والإمارات ومن في ركبهما ومن ورائهما أمريكا وبريطانيا والغرب البراغماتي هكذا يحذروك اذا تعرضت للاغتصاب لا تصرخ استمتع فقط لانه ممكن يقتلك لو قاومته هذا هو المنطق هذه هي الرساله الخبيثه التي يحاول البعض ايصالها للاجيال العربيه القادمه بلغه الحكمه والدين والحكماء هذه النوعيه من الكائنات الطفيليه على المجتمعات ليس لديها حلول لمشكلات المجتمع ما تقدمش حلول للمشكلات تفضلوا طيب إذا ما تشتوش ثورة تفضلوا حلوا لنا المشكلات هذه أعمارنا بتضيع أعمار الشباب بتضيع طاقاتهم الروحية والعقلية بتضيع تحت سلطة هذا النظام الفاسد عندكم حلول تفضلوا لا ما يقدموش حلولهم هم يقدموا إدانات بعد أن تحاول محاولتك في الخلاص هذه الفئات الطفيليه ليس لديها تاريخ في مساعده المجتمع على تجاوز ازماته افحصوهم دوروا بعدهم ما تلقوهمش يعني ما ما كتب مقاله يدين فيها النظام او يقول يحل مشكلات المجتمع هذه الفئات ليس لديها خارطه طريق لانقاذ المجتمع من المصير السيء الذي كانت ستقودنا اليه الانظمه الفاشله هذه النوعية من الطفيليات لديها فقط نصائح سامة نصائح سامة للناس تقول لهم تقول لهم لا تثوروا ولا تغضبوا إذا انتهكت حياتكم وأخذت حقوقكم وحولوكم من عبيد لله إلى عبيد لهم لا تثوروا اصبروا فقط ودعوا ما لقيصر لقيصر طبعا الوطن لقيصر والثروة لقيصر والحياة الكريمة لقيصر وجهودك أنت وتعبك في حياتك كلها وخلفتك اللي بتخلفها وانت و... و... بتحملي تسعة شهور وتغسلي وتنظفي علشان في النهاية تجيبي ابنش واحد بيحكمه يسميها السيد ولا يسميه فخامة الأخر الرئيس يخدمه ويخدم عياله ومن أجل هذا أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم علشان آدم يخلف ويديهم للحكام يشكوبهم اما انتم فلكم الاجر في الاخره، رضوان الله اذا فلته في الاخره. هؤلاء الطفيليون مستعدون لاطلاق النار على احلامكم المشروعه في التغيير. ما عندهمش مشكله. ياخذ مسدسه ويضرب النار على احلامك، على طموحاتك، على جهودك في التغيير ما عنده مشكله بس لكن ليس لديه حلول بديله لمشكلاتك، بديلة للثوره يعني. جربوا تسالوهم هذول اللي بيهاجموا ثورات الربيع العربي، جربوا تسالوهم. ما هو بديل الثوره في مجتمع يسير بخطى الى الجحيم؟ ما هو البديل؟ الصبر، المزيد من الصبر ولا لما يتعطف ويتكرم صاحب السلطه ويمنحنا الخلاص، وفي حاكم بيتعطف؟ طبع. انا شخصيا اعرف جوابهم يعني. سيقولون لكم كان كل شيء على ما يرام أنتم فقط تضخمون الأمور إذا سمعتم مثل هذا الكلام من مثقف فاعلموا أنه مجرد زائدة دودية على العلم وخطيئة اجتماعية هؤلاء مجرد خطايا زمنية ما عندهمش عيون خفافيش هذولا عايشين معنا ما عندهمش عيون ولا عندهم قرون استشعار يعرفوا فين المصير فين كانت السياسات هذه بتودينا لانهم ما يعرفون ما معنى الدراسات العلميه ولا معنى الدراسات الدراسات الاستراتيجيه ولا الاستشعار عن بعد ولا ما يعرفوا هذا الكلام هؤلاء هم الذين قضوا حياتهم في اكبيه السفن سفن المجتمع للاكل والشرب والنوم ولا يعلمون عن مسارها شيئا سفينه ماشيه لكن مش عارفين فين ماشيه ومن يجعل امثال هؤلاء هاديا له فقد استحق المصير الذي سينتهي اليه هناك مستويان من المعارك نخوضهما نحن اليمنيون اليوم. مستوى المعركه العسكريه من اجل استعاده الدوله المختطفه واستعاده الكرامه والحقوق. ومستوى معركه الحفاظ على الوعي، الوعي اليمني من عمليات التزوير والخداع. ويمكن معركه الوعي هذه هي الاخطر على المدى الطويل. هناك من يصر على تزوير وعي الأجيال القادمة من خلال تقديم من خلال تقديم سردية مزورة للأحداث التي جرت الرواية مزورة للأحداث التي جرت يريدون تزوير روايتنا الرواية الحقيقية للثورة أولئك الذين يقولون أن ثورة فبراير كانت خطيئة يريدون تزوير الرواية والسردية يريدون تبرئة موقفهم المخزي في وقوفهم مع النظام الفاسد ذات يوم يحاولون اليوم تقديم سرديه مختلفه للحدث تبرئ ساحتهم مساحة المجرمين وتدين الثوار وهذا النوع من السرديات المزوره مثل العمله المزوره يصيب الوعي في مقتله او يصيب مثل العمله اللي تصيب الاقتصاد في مقتل ولهذا يجب ان نقاتل يجب ان نقاتل في جبهه الروايه التاريخيه والوعي السياسي كما نقاتل في الجبهه العسكريه هناك من يريد تحويل نضالات اليمنيين الكبيرة إلى مخازي وعيوب وانتم شايفين مش... تاريخنا كله فقير من المحاولات هذه لأنه تم تزويره على على مدى طويل ما أن عندناش نماذج واضحة للتغيير والثورة ممكن نقتدي بها مثل الأمم الأخرى الأمم الأخرى ممكن ترفع يقول لك فلان عمر المختار هذا هو ك... نموذجنا في فرنسا عندهم الراعية هذه نسيت اسمها الآن في كل بلد عندهم نموذج للتغيير للثورة نموذج ملهم إحنا يستوي يفقدون هذه النماذج هذا عمل قذر يؤدي إلى إفقار الوجدان القومي أي أمة لها ذاكرة وجدانية ترجع إليها لتحفيز أبنائها تحفيز الأجيال وتعليمهم من خلال هذه النماذج التاريخية مثل ما يفعل الأتراك اليوم تشوفوهم أنتم في المسلسلات الأتراك عندما يذكرون ببطولات بطولاتهم القوميه من خلال المسلسلات. نحن في اليمن ليس لدينا بطولات اجتماعيه كثيره، بطولاتنا محدوده. بطولاتنا الاجتماعيه محدوده، على راسها ثوره فبراير، ومن قبلها ثوره سبتمبر واكتوبر. هذه الثوره جسدت كل عناصر الجمال والقوه والايجابيه لدى اليمنيين. ثوره فبراير. اذا اردت ان يعني ترى اليمنيين هم في حاله ايجابيه في حاله ابداع في حاله تضحيه في حاله شجاعه في كل هذه السمات الايجابيه كانت موجوده في اليمنيين تجلت في ثورات في ساحات ثوره فبراير ولا الناس كان بيحسبوا اليمنيين مجرد موتى ومتخلفين وشعب لا متعلم ولا نظيف ولا مرتب هكذا علي عبد الله صالح قدم اليمنيين للناس كلهم كان في بعض المطارات بعد ما يخرج الراكب اليمني يطلعوا يضربوا وراه مبيد حشرات لانه بيعتبروا جاي جاي ومعه القمل والقمل والمشاكل والكتن وال... هذه حقيقه هكذا قدمنا علي عبد الله صالح للمجتمعات مجموعه من الـ من القذرين امه قذره امه اميه جاهلة متخلفة عبيطة لا مثقفين عندهم لا مفكرين لا 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 شعب نظيف لا شعب مرتب هكذا قدمنا عليه عبد الله صالح وكانوا يمنعوا نزوله في مطار ابو ظبي حتى لا ما ينزلش يشحت يهرب ويروح يشحت في في ابو ظبي ولا في دبي كنتوا مرتاحين بالصوره هذه هل كان هذا كانت هذه الصوره لائقه بنا اليمني كما كشفت عنه ثورة الربيع العربي كما كشفت عنه ثورة فبراير اليمني لا يستكين للظلم ولا يقبل بالخطأ ولا يرضى الظلم الذل يعني قدمت صورة جميلة عكس الصورة السلبية اللي قدمها علي عبد الله صالح لليمني وأخرجت ساحات الثورة لليمن أجمل ما فيها من شباب ملحمة كانت ملحمة إبداع وبطولة لم تعرف اليمن لها مثيلة من قبل ما كانش حد يتصور انه ممكن يخرجوا الناس والشباب يواجهوا الدبابه ويواجهوا البازوكه ويواجهوا القناص بصدورهم ويقتلوا ببساطه بكل شجاعه وفدائيه كان كان يعتقد ان العرب جبناء لا يستطيعون الثوره ولا يستطيعون مواجهه العسكر والقمع جاءت الثورات قالت لا العرب ليسوا بهذا هناك اجيال ممكن تشرفكم هذه الملحمه كان ينبغي ان تتحول الى ايقونه، الى تاريخ. ايقونه في الذاكره التاريخيه والوجدان القومي، ترجع اليها الاجيال لتفتخر بها في المستقبل. وعندما ياتي من يدين هذه الملحمه ويعتبرها مجرد خطيئه، انما يحرم الوجدان الوطني القومي من مصادر الالهام والعبقريه. يريدوننا أن هؤلاء ان نظل امه بلا احداث عظيمه، بلا تاريخ ملهم. يريدوننا ان نظل فقراء على طول الخط. عبارة عن توابيت موتة متحركة لا تشعر ولا تغضب ولا تصرخ عبارة عن نمل يجمع قوت يومه بصمت والتزام بالأوامر أوامر الملكة ملكة النمل ويعود إلى حفرة بعد نهاية عمله هذا النوع من الناس والمثقفين هو في قرارة نفسه لا يقيم وزنا للإنسان الإنسان لديه يوزن بالكيلو يقاس بالمتر بحجم معدته وبحجم رغباته لا بمعيار القيم الإنسانية ما يعرفوش ما هو الإنسان قيم الحرية والكرامة هذه لا تعني لهم شيئا ليست في قاموسهم وإذا ذكروها يذكروها على سبيل الفلكلور الثقافي الشعبي مثل البرق ولذلك لا نجد لديهم قرون استشعار تلتقط مهددات الكرامة ومهددات الحرية من بعد ما يعرفوش النظام هذا بيودينا فين لأنه كرامة ما تهموش الحيوانات في الغابة لديها قدرة على استشعار الزلازل قبل أن تحدث هذه الزلازل وهؤلاء لا يشعرون لا يشعرون بأي خطر من زلزال قادم من تعاظم السلطة الاستبدادية لنظام فاسد يحكمهم بالعسكر والبوليس مستعدون للعيش في كوريا الشمالية ما عندهمش مشكلة مستعدين يعيشوا في نظام حكم يشبه كوريا الشمالية يمكن ما يعرفوش ما هي كوريا الشماليه. حيث الانسان هناك يعيش كالاله. او انهم بسبب ضعف مواهبهم وقصورها وقصور خيالهم يستبعدون ان يتطور النظام المستبد عندنا حتى يصل الى مستوى النظام الكوري مثلا، ممكن وهذا حال الاكثريه التي عاده كما قال ديكارت الاكثريه لا تصفق الا لنقص بقي ان نختم هذه الجوله بالاجابه عن السؤال الكبير هل فشلت ثوره فبراير حقا طبعا اكاد اسمع الغالبيه الان تجيب نعم الثوره فشلت وهذا مش عيب اما انا فلدي اجابه مختلفه قليلا لكنها معقده ولانها معقده ساضطر للاستعانه بمثل يشرحها وهو مثل نموذجي لانه يكاد يطابق الفكره ويشرحها بعمق هذا المثل هو السيل ساشبه الربيع العربي كله بالسيل تعالوا نشوف كيف يبدا السيل وكيف يتشكل وكيف ينتهي لكي نعرف مصير الربيع العربي تعرفون ان السيول عباره عن تجمعات لامطار غزيره. وتعلمون ان هذه الامطار كانت عباره عن سحب محمله ببخار الماء. وتعلمون ان بخار الماء هذا قد تصاعد الى السماء من اسطح البحار والمحيطات بتاثير حراره الشمس. الشمس تسلط حرارتها على سطح البحر والمحيط فيتبخر الماء ويصعد البخار الى السماء. وهناك يتجمع بخار الماء ويتراكم ويشكل سحب هذه السحب تسير في السماء وتظل تسير الى ان تجد ظرف مناسب فتسقط على شكل امطار والامطار تتجمع في الارض وتصبح سيول الثورات العربيه تشبه السيول في كل شيء والثورات عموما لانها تبدا على شكل بخار حزن وألم وقهر يتصاعد من سطح المجتمع الذي يعاني بسبب فشل الدولة وفسادها واستبدالها واستبدادها جوع، فقر، مرض، بطالة، غياب عدل، غياب النظام والقانون فتتصاعد الأحزان والآلام والقهر على شكل بخار ماء إلى السماء بمرور السنوات تتجمع ابخره الحزن والشعور بالقهر وتشكل سحب سوداء وتبشر بمطر غزير وفي لحظه مناسبه تسقط هذه المشاعر والاهات على شكل ثوره او امطار غزيره تتحول الى سيول 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 هي الثوره سيل يجرف النظام الحاكم وكل من مع النظام الحاكم في طريقه وكل شيء والسيول بطبيعتها بطبيعة الحال عبارة عن قوى طبيعية هدامة طبيعي الثورة الثورة قوة هدامة تهدم ماذا؟ هذا موضوع ثاني تهدم النظام ولا تهدم شيء ثاني هذا موضوع مختلف لكنها في الحقيقة الثورة قوة هدامة مثل السيول تهدم في طريقها كل بناء ضعيف ليس له أساس حقيقي البناء الضعيف يروح في السيل وفي مقدمة هذه الأبنية الضعيفة بناء الحاكم إذا جرت السيول وهدمت بعض مصالح الناس في الطريق فهذا أمر طبيعي ومتوقع لأنه سيل هذا سيل والسيل لا يلام الذي يلام هو الذي لم يبني بنية تحتية قوية تتحمل السيول والمشاكل ومع ذلك فإن السيل ليس قوة يعني قوة هدم فقط السيول أيضا هي وسيلة بناء أيضا لكن بطريقة غير منظورة السيول تبني بطريقة غير منظورة تخدم بطريقة غير منظومة غير منظورة لا يراقبها الناس وهذا اهم شبه بينها وبين الثورة اهم شبه بين الثورة الشعبية وبين السيول من فوائد السيول كما يقول المختصون انها تغذي المخزون المائي للمياه الجوفية والمياه السطحية ومياه الشرب ومن فوائدها انها تخصب الارض عن طريق نشرها للمواد العضوية والمواد الغذائية والرواسب التي تخصب التربة والسهول الفيضية. وتغذي البيئة البحرية أيضاً من خلال نثر البذور والبيوض واليرقات التي تحتاجها الكائنات البحرية. تأخذها معها. سيون. وغير ذلك من الفوائد. وكذلك الثورات الشعبية تفعل. الثورات المطالبة بالقضاء على الفساد وتحسين معاش الناس وحقوقهم. هذه الثورات. تغذي الوجدان الشعبي بالقيم الإيجابية وتخصب العقل الجمعي والفردي بالفكر الإبداعي والمجتمعات لا تنمو أساسا إلا بهذه الشروط اللي هي شروط إيش؟ الوجدان الممتلئ بالقيم والعقل الذي يفكر بطريقة إبداعية الثورات تغذيها وقد رأينا جميعا كيف كانت ساحات الثورة عبارة عن معرض معرض قومي لإبداع الشباب في كل شيء شباب ممتلئ حماس وطموح وإبداع ورغبة وأحلام بالمستقبل ثم رأينا بعد الثورة المضادة كيف تحول الوطن العربي إلى مقبرة سوداء لطموحات الشباب وأحلامهم انتكاسة كبيرة للشباب أدت بالبعض إلى التطرف وأدت بالبعض إلى الإلحاد وأدت بالبعض إلى الانكفاء على النفس هذا هو الفارق بين ثورتنا والثورة المضادة إذا حتى الثورات الفاشلة لا بد أن تخدم الشعوب عن طريق تخصيب وجدان هذه الشعوب وعقلها وثقافتها بالقيم وبالفكر الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله